السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الكرام، أخوات فضلات، وصلنا معكم إلى الجزء الثاني من الفصل التاسع من منهج نظم التشغيل الأكاديمي. واليوم إن شاء الله راح نتحدث عن ما يسمى بالبيج فولت. البيج فولت هو ببساطة يعني حصول خطأ عند استدعاء فت بيج معينة. إذا كان هناك رجوع إلى بيج معينة من قبل المعالج، طبعا بداية أول رجوع إلى هذه البيج راح يكون هو دائما بيج فولت أو اضطراب إلى الأوبريتنج سيستم، أو وجود خطأ أو خلل او انتربت لنظام التشغيل، ويسمى البيج فولت، واللي هو مثل ما ذكرنا المعالج دائما اول بيج يقوم باستدعائها اول مره تكون هي انفاليد، غير موجوده في الذاكره الرئيسيه، فبالتالي راح تسبب لنا البيج فولت. بهذه الحاله المعالج طبعا راح يقوم بالبحث في جدول اخر لكي يحدد ما الذي يفعله. اذا كانت البيج انفاليد ريفرنس او انفاليد ريفرنس موجود في الذاكره، راح يسبب لنا الابورت، اللي هو يعني اجهاض هذا الاعاز، لانه قاعد يطلب فد بيج معينه هي لا تنتمي الى هذه البروسيس. اما اذا لم تكن فقط في الذاكره، اذا هي كانت البيج موجوده وتابعه لهذه البروسيس، ويعني هي ليجل، من المنطقي انه تقوم هذه البروسيس باستدعائها، الا ان هذه البيج فقط غير موجوده في الذاكره، المعالج سيبدا بالبحث عن فري فريم، فريم فارغ في الذاكره الفيزيائيه، ثم يقوم بعمليه السوابينج اللي هي الاستبدال، اخراج الفريم القديم وادخال الفريم الجديد، سواب بيج انتو ذا فريم فيا سكجولينج ديسك اوبريشن، طبعا باستخدام عمليات على الديسك. الديسك هنا يقصد به اللي هو الذاكره الثانويه او الهارد ديسك، فيقوم باستبدال هذا الفريم القديم، اخراجه سوايب اوت، وادخال الفريم الجديد الذي قمنا بالبحث عنه والذي هو يمثل البيج التي نبحث عنها. بعد ذلك سنقوم بعمليه ريسيت للتيبل، يعني اللي هو البيج تيبل وغيرها، تو انديكيت ذا بيج ناو از ان ميموري، لنحدد بان البيج حاليا موجوده في الذاكره. سيت فاليديشن بيت تو في اللي هو الفاليد بعد ما كانت انفاليد. Restart the instruction that caused the page fault، ونقوم بإعادة بدء تشغيل الإعاز الذي سبب الpage fault. هذه الخطوات يشرحها الرسم أو المخطط التالي. بداية طبعا مثل ما ذكرنا المعالج يقوم بالبحث عن فد عملية معينة أو process معينة أو page معينة أو جزء من الذاكرة. أولا سيكون هناك هذا الرفرنس اللي هو مرجع، يعني رجوع إلى فد مكان معين. إذا رجع إلى الpage table ووجد بأن هذه البيج التي يبحث عنها هي invalid، هذا راح يسبب لنا تراب إلى الأوبريتنج سيستم اللي هو استدعاء interrupt أو فد مقاطعة معينة، راح تسبب أنه نظام التشغيل سيبدأ بعملية السوابينج. أولا راح يبحث في الباكينج ستور اللي هي مثل ما ذكرنا الهارد ديسك في أغلب الأحيان، طبعا راح يبحث عن البيج أو الفريم المطلوب. بعد ذلك bring in the missing page، راح يقوم بجلب هذا الميسنج بيج أو البيج المفقودة ويضعها في الذاكرة الفيزيائية، طبعا في مكان free frame. إذا كان هناك فري فريم سيضعها في المكان الفريم الفارغ، أما إذا كان هناك لم يكن هناك فري فريم فراح يضطر أنه يقوم بعملية البيج سوابينج اللي أيضا راح نتحدث عنها في المحاضرات القادمة إن شاء الله. بعد ما أصبحت الفريم المطلوبة موجودة في الذاكرة، بعد ذلك نقوم بعملية ريسيت للبيج تيبل، يعني نقوم بتصحيح البيج تيبل، بعد أن كانت I ستصبح V اللي هي valid. وأخيرا ريستارت ذا انستراكشن، نقوم بإعادة تشغيل هذا الإعاز الذي سبب كل هذه العملية. طبعا كل هذه الخطوات تحصل يعني كلها هي تأخير لتشغيل المعالج، ولكنها كلها في أجزاء من الثانية، يعني لا تأخذ الكثير من الوقت. الإكستريم كيس، الحالة القصوى في هذه الحالة، أنه العملية تبدأ بدون وجود أي بيج خاص بها في الذاكرة. طبعا هنا نظام التشغيل سيقوم بضبط الانستركشن بوينتر اللي هو الاي بي، اللي هو عنوان الإعاز المقبل الذي سيقوم المعالج بتنفيذه، يضعه على أول إعاز لهذه العملية واللي هي غير موجودة في الذاكرة، واللي دائما راح يسبب لنا بيج فولت. وكل واحدة من هذه العمليات ستسبب، يعني كل واحدة من البيجز ستسبب لنا بيج فولت عند الوصول لها لأول مرة. هذا ما يسمى بالبيور ديماند بيجينج، الذي هو عملية البيجينج عند الطلب النقية جدا 100%، لأنه يعني هنا فعلا 100% كل البيجات التي يعني سنقوم بإدخالها للذاكرة هي فقط البيجات التي أو الصفحات التي نحتاجها بالفعل، وبالتالي راح يكون هو عملية البيجينج أون ديماند. Actually a given instruction could access multiple pages، واللي راح تسبب لنا multiple page faults، يعني في الواقع ممكن اي اعاز يصل الى عده بيجات، ممكن انه هو الاعاز الواحد يقوم باستدعاء فد يعني كتله كبيره من البيانات موجوده، اللي هي قد تكون subroutine او قد تكون data تابعه لبروسس معينه، قد تكون هي اكثر من بيج واحده، وبالتالي راح تسبب لنا multiple page faults، يعني الكثير من الانتربتس لنظام تشغيل، وبالتالي نظام تشغيل راح يضطر الى اعاده العمليه هذه عده مرات على عدد البيجات المطلوبه. Consider fetch and decode of instructions which adds two numbers، يعني إذا أخذنا كمثال جلب وتشفير إعاز، هو يقوم بجمع عددين من الذاكرة وخزنها في الباكينج ستور. هنا الـ pain decreased because the locality of reference، هنا الوجع أو الألم أو
التأخير في النظام راح يكون أقل، لأنه عندنا ما يسمى باللوكاليتي أوف ريفرنس، مفهوم أنه عادة يعني هذه الأرقام التي نحتاج جمعها في أغلب الأحيان تكون متقاربة مع بعض البعض، يعني مخزونة في أماكن كونتيجيوس متجاورة في الذاكرة. الهاردوير سبورت، الدعم الذي نحتاجه لعملية الديماند بيجينج، هو أنه يجب أن يكون لدينا بيج تيبل يحتوي على هذه البتات اللي هي الفاليد والإنفاليد، يعني موجود أو غير موجود في الذاكرة. نحتاج إلى سيكوندري ميموري اللي هو الذاكرة الثانوية أو الباكينج ستور، وعملية السوابينج الاستبدال، واللي مثل ما ذكرنا في المحاضرة السابقة السب روتين الذي يقوم بعملية السوابينج لعملية الديماند بيجينج يسميه سوابر أو البيجر اللي هو المستبدل، واللي مثل ما سميناه ليزي سوابر، يعني المستبدل الكسول. وأخيرا يحتاج عندنا عملية الانستركشن ريستارت اللي هو إعادة تشغيل الإعاز الذي سبب الانتربت أو البيج فولت كل مرة يحصل لدينا بيج فولت. هذه هنا consider an instruction that could access several different locations، مثل ما ذكرنا إذا كان هناك إعاز يمكن أن يصل إلى عدة أماكن مختلفة. هنا راح نحتاج أنه نقوم بتحريك بلوك كامل، والبلوك قد يتكون من عدة إعازات أو من عدة pages مثل ما هنا واضح. فهنا راح نحتاج اللي هو auto increment and decrement location، يعني عملية زيادة ونقصان الموقع في الذاكرة بشكل تلقائي. restart the whole operation، هل نحتاج أنه نقوم بإعادة تشغيل كل العملية إذا أصبح لدينا page fault. What if the resource and destination overlap، ماذا يحصل إذا أصبح لدينا resource و destination overlap، يعني يتقاطعون فيما بينهم. ماذا يحصل إذا كان الإعاز يحتاج بعض البيجات الموجودة حاليا وبعض البيجات الموجودة التي يريد عملية السواب إن واستبدالها وإدخالها إلى الذاكرة. ربما يعني راح نقوم بعملية سواب أوت لبعض الإعاز البيجات اللي هي أصلا مطلوبة، ثم نقوم بعملية سواب إن للبيجات اللي هي أيضا يعني جزء من المطلوب، فبالتالي هذه العملية راح تستمر إلى ما لا نهاية إذا لم يقوم نظام التشغيل باختيار البيجات المناسبة لاستبدالها وإخراجها. ولذلك راح تكون عندنا البيج ريبليسمنت الجوريثمز، خوارزميات استبدال الصفحات، ضروري جدا أن يقوم يعني نظام التشغيل باختيار الصفحات الأقل أهمية أو الأقل احتياجا في الوقت الحاضر والمستقبلي لكي يقوم بإخراجها وإدخال البيجات المطلوبة حاليا. هنا البيرفورمانس أو ديماند بيجينج، يعني الأداء الذي يعني يمكن أن نتوقعه من الديماند بيجينج، هذه هنا راح تكون الورست كيس، أسوأ حالة، يعني هذه هي كل الخطوات التي ستمر بها عملية معينة إذا كان هناك إعاز معين يتم تنفيذه حاليا في المعالج ويتطلب منه استدعاء بيج معينة، والبيج اتضح بأنها غير موجودة في الذاكرة الرئيسية المين ميموري أو الرام. فبالتالي راح أولا راح يسبب لنا trap to the operating system، راح يسبب لنا فد interrupt أو مقاطعة لنظام التشغيل. راح يتم حفظ حالة الرجسترات الحالية للعملية والبروسيس ستيت، مثل ما يعني تذكرون في الفصل الرابع عندما كنا نتحدث عن الكونتكست سويتش اللي هو يعني تغيير السياق، نحتاج أنه دائما عندما نقوم بإيقاف عملية معينة أن نقوم بخزن حالة الرجسترات للمستخدم الحالي أو العملية الحالية، وكذلك حالة العملية هل هي new أو waiting أو executing، أو إذا كان هناك فد نتائج وسطية استخرجناها لحد الآن أيضا يجب أن نحفظها في الذاكرة. نقوم بحساب أنه هل هذا الانتربت هو من نوع page fault أو لا. نقوم ب يعني check the page reference، طبعا هنا من أقول يعني نقوم، وهذا الشيء ما يقوم به نظام التشغيل بالفعل، يقوم بفحص page reference هل هو legal أو لا، وهل هو موجود في الديسك أو لا، لأنه إذا كان legal يعني هي مجرد invalid غير موجودة في الذاكرة ولكنها تابعة لهذه page أو هذه process سيقوم بأخذها، otherwise يعني إذا كان هو illegal فمجرد راح يعطي مقاطعة أو ينتفد رسالة خطأ للمستخدم. بعد ذلك راح يقوم بعملية قراءة للديسك to a free frame، يبحث عن free frame في الديسك، ينتظر في طابور يعني الوصول إلى هذا الجهاز اللي هو يقصد به الديسك حتى يحصل أو حتى يتم خدمة طلب القراءة. بعد ذلك ينتظر للسيك والليتنسي تايم، يعني عملية البحث والتأخير في البحث يعني في داخل الهارد ديسك، عادة تكون الهارد ديسك أقل سرعة من الرام والكاش وغيرها من أنواع الذواكر الأخرى مثل ما شرحنا أيضا سابقا. Begin the transfer of the page to a free frame، أيضا بعد ذلك يتم نقل هذا البيج إلى فريم فارغ في الذاكرة الرئيسية. بعد ذلك ينتظر أو أثناء الانتظار لكل هذه العمليات ربما يكون السي بي يو قد تم تخصيصه إلى مستخدم آخر، هنا أيضا راح نستلم فد مقاطعة from the disk or input output subsystem، يعني من أنظمة الإدخال والإخراج الفرعية الخاصة بالباكينج ستور أو الهارد ديسك، بأنه حصلت عندنا عملية input output complete. هذه طبعا راح تذهب إلى المعالج الذي هو حاليا مشغول بالعمل على عملية أخرى. أيضا المعالج راح يقوم بحفظ حالة الرجسترات والبروسيس ستيت للمستخدم الآخر، ثم يقوم بحساب نوعية الانتربت الذي جاءه من الديسك
وهل ما الذي سيستطيع فعله كاستجابة لهذا الانتربت. بعد ذلك correct the page table and other tables to show the page is in memory. يعني يقوم نظام تشغيل بتصحيح البيج تيبل بعد ما كان invalid راح يكون valid حاليا. وأخيرا wait for the CPU to be allocated to this process again. يعني ينتظر نظام تشغيل أن يقوم المعالج بأن يعني يخصص نفسه إلى هذه العملية مرة أخرى. ثم أخيرا يقوم restore the user registers process state and the new page table and then resume the interrupted instruction. ثم بعد ذلك تتم عملية يعني استرجاع حالة المسجلات النظام لهذه المستخدمة أو هذه العملية, حالة العملية و new page table يعني جدول صفحات جديدة لهذه العملية, لأنه مثل ما ذكرنا كل عملية تدخل في يعني قيد التنفيذ في داخل المعالج سيكون لها page table خاص بها. ثم بعد ذلك سيستأنف عملية المقاطعة أو يعني يستأنف هذا الإعازة الذي سبب له كل هذه المشاكل. تلاحظ بأنه كل هذه العملية تحصل في أجزاء من الثانية, أجزاء قليلة جدا من الثانية. three major activities, الفعاليات الثلاثة الرئيسية اللي قمنا بها اللي هو service the interrupt, كيف قمنا بخدمة هذه المقاطعة اللي هي التراب للأوبريتنج سيستم. Careful decoding means just a few hundreds of instructions, hundred instructions needed. هنا هذا الانتربت يجب أن يكون يعني مكتوبا أو يعني مبرمجا بطريقة حذرة أو مناسبة جدا بحيث أنه لا يزيد عن عدة مئات من الإعازات لكي لا يأخذ وقت طويل جدا أثناء التنفيذ. بعد ذلك قمنا بقراءة الصفحة, lots of time طبعا يأخذ الكثير من الوقت لأنه يجب أن نبحث عنها في داخل الهارد ديسك ثم نجد لها مكان فارغ في الرام ثم نقوم بنقلها وكل هذه الأمور. Restart the process يعني إعادة تشغيل العملية, again just a small amount of time, هذه ممكن أن تأخذ يعني وقت أقل بكثير من الزمن مما يحصل هنا. عادة البيج فولت ريت يعني معدل حصول الخطأ في الوصول إلى صفحة معينة غير موجودة في الذاكرة هو ما بين الصفر والواحد, هي probability يعني احتمالية تتراوح ما بين الصفر والواحد. ممكن تكون صفر إذا كان هناك no page fault, ممكن تكون واحد إذا كانت كل الreferences هي page fault, وقد تكون هي نسبة مئوية ما بين هذين الاثنين. الإفكتيف أكسس تايم هنا زمن الوصول الفعال أو الحقيقي راح يكون هو عبارة عن 1 minus b مضروبا في الميموري أكسس زائدا p, طبعا هذه الحالة التي تحصل إذا لم يكن هناك page fault, يعني هذه احتمالية حصول page fault, والواحد minus b هي احتمالية عدم حصول page fault, يعني إذا أراد المعالج يعني بيانات معينة ووجدها مباشرة في الذاكرة فراح نستغرق هذا الوقت اللي هو 1 minus b في الميموري أكسس زائدا ال p اللي هي عملية احتمالية حصول الخطأ. هذه طبعا احتمالية راح يعني تستغرق وقت يتراوح كالآتي, أول شيء page fault overhead اللي هو زمن الإضافي المستغرق لعملية page fault واللي شرحناه في كل هذه النقاط, هذه النقاط كلها هو عبارة عن page fault overhead. زائدا ال swap page out استبدال صفحة يعني إخراج صفحة من الذاكرة, زائدا ال swap page in يعني وإدخال صفحة المطلوبة إلى الذاكرة, فكل هذه الأمور ستحصل إذا يعني في حالة حصول page fault. كمثال رقمي هنا إذا افترضنا بأنه زمن الوصول إلى الذاكرة هو 200 نانو سكند, نانو سكند يعني معناتها 200 في 10 أس سالب 9 يعني معناتها هي 9 مراتب بعد الفارزة. Average page fault service time هنا خدمة page fault أو page fault يعني overhead مثل ما ذكرنا الزمن الإضافي أو العبء الإضافي الذي تضيفه عملية page fault وليكون 8 ملي سكند, الملي سكند يعني في 10 أس سالب 3 فهذا معناته أكبر بكثير من هذا, يعني كأنه 8 ملي سكند يعني أكبر بمليون مرة تقريبا من هذه العملية من 200 نانو سكند. الإفكتيف أكسس تايم بهذه الحالة راح يكون مثل ما ذكرنا الواحد ماينس بي في زمن الوصول إلى الذاكرة زائد ال P في زمن خدمة البيج فولت. فهنا أيضا إذا قمنا يعني اختصار هذه المعادلة راح تصير عندنا 200 زائد P في 7,799,800 يعني. إذا كان هناك أدنى page fault يحصل كل واحد من ألف يعني واحد بالألف, بعد ذلك إذا قمنا بالاستعاضة عن هذا ال p بواحد بالألف اللي هي 0 0 أو يعني sorry إذا أصبحت يعني 0.001 إذا قمنا باستبدالها بهذه المعادلة راح يطلع أدنى رقم هو 8.2 microseconds. ال 8.2 micro طبعا المايكرو هي في 10 أس سالب 6 المايكرو, في حين هنا زمن الوصول الأصلي إلى الذاكرة هو 200 نانو سكند. فهنا تلاحظ بأنه أكو أدنى slow down by a factor of 40 يعني كأنه أصبح أدنى بطء في الذاكرة بمعدل 40 مرة, يعني استخدام page fault أو page demanding أو demand paging بصورة عامة راح يسبب لنا تأخير بمقدار 40 مرة من الذاكرة. إحنا بالحقيقة يعني مثل ما ذكرنا
يعني هو البيجينج بصورة عامة أو الفيرتشوال ميموري كونسبت، يعني مفهوم الذاكرة الافتراضية، بالأساس هو كانت الفائدة من عنده هو تسريع العمل وعدم التقيد بالحجم الحقيقي للرام. ولكن يعني من غير المنطقي أنه نقوم بعمل ذلك إذا كان لدينا تأخير بمقدار 40 مرة. طيب لو أردنا بأنه يكون البيرفورمانس ديجرادايشن أقل من 10%، إذا أردنا أنه يكون الانحدار في الأداء أقل من 10%، كيف ما هي النسبة التي سنحتاجها؟ يعني إذا أردنا أن يكون عندنا 220 مثلا، 220 نانو سكند يجب أن تكون أكبر من 200 زائدا هاي 7000 أو 7,999,800 في البي. فش قد مقدار البي؟ طبعا هذه كمعادلة نحسبها، البي هنا يجب أن تكون أصغر من 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7، يعني أصغر من 2 بالمليون. وبالتالي يعني راح يفترض أنه إذا أردنا أن يكون عندنا performance degradation أقل من 10%، يجب أن يكون لدينا page fault يحصل مرة كل 400,000 وصول إلى الذاكرة، واللي هو طبعا شيء شبه مستحيل. فبالتالي يعني ما هو الحل لهذه المشكلة؟ الحل هو بهذه العمليات اللي هي demand paging optimizations، اللي هي عملية الأمثلية وكيفية جعل demand paging مثالية من خلال الخطوات التالية. وطبعا كل هذه الخطوات يعني ممكن أن تتوفر في نظام معين ولكن لا تتوفر في أنظمة أخرى. أولا ممكن أنه نستخدم swap space input output faster than the file system input output. ممكن أن نقوم ببرمجة swap space لل input output وجعله أسرع من عملية ال input output لل file system even if on the same device، حتى إذا كان ذلك في نفس الجهاز، بحيث أنه swap allocated in large chunks less management needed than the file system. نجعل عملية الاستبدال تحصل لقطع كبيرة من الذاكرة بحيث أنه نتعامل مع بيجات أكبر، فبالتالي راح يكون عندنا إدارة أقل وبالتالي يعني راح تكون عملية أسرع. الخطوة الثانية أو العملية الثانية لجعل الديماند بيجينج مثالية أو أقل يعني تأخيرا على الأقل، هو copy the entire process image to swap space at process load time. نقوم بنسخ كل العملية في swap space في مساحة للاستبدال عند بدء تحميل هذه العملية لبدء تشغيلها طبعا. Then the page is in and out of swap space. يعني بعد ذلك سنقوم بعملية استبدال البيج كإدخال وإخراج من مساحة الاستبدال. طبعا راح تكون العملية أسهل بكثير وأقل تأخيرا مما نذهب إلى الهارد ونبحث بداخله. هذه مستخدمة في الOld BSD Unix، هذا أحد النسخ اليونيX القديمة كان مستخدمة بهذه الطريقة. Demand page is in from program binary on disk but discard rather than paging out when freeing frames. هنا ممكن أنه نقوم بعملية demand paging أو يعني جلب الصفحات عند الحاجة من ال program binary on disk، يعني من النسخة اللي هي النسخة الثنائية الموجودة على الديسك. But discard rather than paging out when freeing frames. ولكنه بنفس الوقت نهمل عملية استبدال البيج أو إخراجها خارجا إذا كان هناك فريمات فارغة. يعني هو هذا بالضبط الليزي سوابر، أنه لا نقوم باستبدال أي صفحة ما دام هناك يعني فريمات فارغة. هذه كانت مستخدمة أو used يعني حاليا بالSolaris and current BSD. Still need to write to swap space. وأيضا في هذه الحالة نحتاج أنه دائما نكتب البيجات إلى مساحة الاستبدال. البيج is not associated with a file. والبيجات الغير محددة أو غير مخصصة لفايل معين مثل الستاك والهيب، هذه طبعا دائما تكون anonymous memory اللي هي يعني الذاكرة يعني المجهولة المالك أو يعني ممكن أن يستملكها الجميع. Pages modified in memory but not yet written back to the file system. هنا الصفحات التي تم تعديلها في الذاكرة ولكنه لم يتم كتابتها مرة أخرى إلى الفايل سيستم أو لم يتم كتابة نسخة منها إلى الهارد، هذه أيضا نحتاج أنه نقوم بعملية swap in والswap out لها. الاوبتمايزيشن الموجودة في الموبايل سيستمز، أنظمة التشغيل للهواتف الذكية والهواتف النقالة، عادة لا تدعم تقنية السوابينج الموبايل سيستمز. بدل من ذلك تقوم بعملية الديماند بيجينج from the file system and reclaim only read only pages such as code. تقوم بعملية الديماند on paging يعني جلب الصفحات فقط عند الحاجة من الفايل سيستم من نظام الملفات، وتقوم ب يعني طلب أو أخذ الصفحات التي هي read only والخاصة بالكودز فقط. فهنا راح تتم عندنا عملية يعني إخراج هذه ال read only pages من الذاكرة أو يعني تفريغها وملها بالبيجات المطلوبة في الوقت الحاضر. ال copy on write هنا أيضا هذه التقنية موجودة تسمح لنا بالعمليات ال parent وال child processes بأن تتشارك نفس الصفحات في بداية التشغيل.
مثل ما ذكرنا في البروسيس مانجمنت في الفصل الثالث او الرابع، دائما العمليه التي تبدا يعني العمل في النظام التشغيل نسميها البيرنت بروسيس. بعض الاحيان هذه البيرنت بروسيس راح يتفرع من عتها في تشايلد بروسيس او بروسيسز، عمليات الاطفال او الابناء. هذه التقنيه تسمح لنا بانه تكون عمليات الاب والابناء تتشارك نفس الصفحات في عند بدء التشغيل في الذاكره. اذا قامت اي واحده من هذه العمليات بالتعديل على الشيرد بيجز، only then the page is copied، يعني فقط عندما يتم هنا تعديل هذه الصفحات من قبل واحده من العمليات، بعد ذلك سنقوم بنسخ هذه البيج الى مكان اخر بحيث تكون هناك نسخه اصليه خاصه بالعمليه التي لم تعدل شيئا، والنسخه الثانيه المعدله للعمليه التي قامت بتعديلها حديثا، مثل ما راح نشوفها بعد قليل بالرسومات. الكوبي اون رايت ايضا تسمح لنا بالمور افيشنت بروسيس كرييشن، يعني انشاء العمليات راح يكون اكثر كفاءه، as all the modified pages are copied، لانه فقط الصفحات المعدله هي التي يتم نسخها. In general, free pages are allocated from pool of zero full on-demand pages. عادة يعني الصفحات الفارغة يتم تخصيصها من حوض أو مكان في الذاكرة of zero full on-demand. يعني هنا طبعاً هو يكون فارغ دائماً ويتم ملؤه عند الحاجة فقط. هذا البول أو هذا الحوض أو هذا المكان من الذاكرة يجب أن يكون دائماً، يجب أن يحتوي دائماً على free frames for fast demand page execution، لكي يحصل لدينا يعني ال demand paging سريع جداً. Don't want to have to free a frame as well as other processing on the page fault. لأنه ما نحتاج أن نقوم بتضييع الوقت بعملية يعني الحصول على أو تفريغ فريم من الفريمات المملوءة سابقاً، خصوصاً إذا أصبحت لدينا حالة page fault. نحتاج أنه دائماً يكون لدينا فريمات فارغة من هذا البول. Why zero out a page before allocating it؟ هذه طبعاً هذا السؤال راح نجيب عليه في الرسومات التوضيحية في الصفحات أو السلايدات القادمة إن شاء الله. هنا راح يكون عندنا شيء يسمونه الفي فورك، اللي هو عباره عن فاريشن اون فورك. الفورك مثل ما ذكرنا هو السيستم كول الذي يستخدمه النظام لانشاء تشايلد بروسيس من البيرنت بروسيس. هنا اذا كان النظام يستخدم الكوبي اون رايت راح نستخدم ما يسمى بالفي فورك، اللي هو فاريشن او تعديل او تغيير او نسخه جديده من الفورك، بحيث انه البيرنت سسبند اند تشايلد يوز ذا كوبي اون رايت ادريس سبيس اوف بيرنت. هنا راح تسبب انه البيرنت يتعطل عمله، أو هذه العملية سيتعطل عملها مؤقتا ما دام child يستخدم copy on write address space of the parent. Designed to have a child call execute. هنا طبعا child راح يستدعينا execute اللي هو عملية التنفيذ للchild process. And very efficient، يعني هذه الطريقة هي كفوءة جدا في إدارة الذاكرة وتقليل التأخير الحاصل من page fault. هنا نلاحظ بأنه قبل أن تقوم العملية P1 بتغيير أو بالتعديل على page سي، يعني بداية أول ما تبدأ العمليات، لنفترض بأن P1 هي parent process والP2 هي child process. بهذه الحالة إذا كان لدينا copy on write في النظام، في نظام التشغيل، راح تدعمنا بأنه تكون البيجات page I, page B و page C تكون في البداية مشتركة shared ما بين العمليات الاثنين، يعني نفس العملية هذه تصل إلى نفس البيانات هنا ونفس البيانات كل، يعني كل العمليتين تصل إلى نفس البيانات، ممكن قد تكون هي كود أو داتا أو غير شيء ثاني. بعد ذلك عندما تقوم البروسيس P1 بالتعديل على البيج C راح تحصل على نسخة جديدة خاصة بها copy of page C، هذه هي الموديفايد من قبل البروسيس 1، ولكن تبقى البيج C الأصلية الغير معدلة هي يعني مرتبطة بالبروسيس الثانية، لأنه هذه البروسيس لم تقم بتعديل عليها أي شيء. فبالتالي عندما تحصل عندنا بيج سوابينج، عندما نريد أن نقوم بإرجاع هذه البروسيس إلى يعني خزنها مرة أخرى في الهارد ديسك، راح نقوم فقط بخزن هذا الجزء، لأنه هذه الأجزاء هي أوردي هي نفسها القديمة، يعني لم يتم التعديل عليها. فهذا بالتالي راح يقلل لنا من الذاكرة المستخدمة في البداية، يعني بدل أن تكون لدينا 6 pages 6 صفحات للعمليتين، أخذنا فقط 3 صفحات، وبعد ذلك حتى بعد اكتمال التنفيذ، بدل أن يكون لدينا 6 صفحات أيضا يعني أصبح العدد الكلي هو فقط 4. فبالتالي لاحظ بأنه احنا استخدمنا ذاكرة أقل. وحتى عندما نريد أن نقوم بعملية السواب أوت، أن نقوم بأخذ هذه البروسيس وإرجاعها وخزنها مرة أخرى، خزن نسخة جديدة من عندها المنفذة في الذاكرة، سنقوم بنسخ هذا الجزء فقط ونقوم بربطه بالبروسيس 1 فقط، لأنه البروسيس 2 لحد الآن لم تقم بعمل أي شيء ولم تقم بتعديل أي شيء. طيب السؤال الذي يطرح هنا، what happens if there is no free frame؟ يعني ما الذي يحصل إذا كانت الذاكرة ممتلئة تماما، الرام الراندوم أكسس ميموري أو المين ميموري تكون ممتلئة تماما في لحظة من اللحظات، واحتجنا أن نقوم بجلب بعض الصفحات من السكوندري ميموري إلى المين ميموري. طبعاً used up by the process pages، ممكن أن تكون هذه الذاكرة كلها مستخدمة من البيجات الخاصة بهذه البروسيس.
also in demand from the kernel input output buffers. ممكن أن يكون لدينا in demand خاص بالكيرنل والانبوت output buffers، وهذه أيضا لا نستطيع بسهولة تفريغها. How much to allocate to each؟ يعني متى يجب أن نقوم بإيقاف العملية عن أخذ بيجات أخرى؟ يعني كم ما هو المقدار الذي يمكن أن نقوم بتخصيصه كعدد من الصفحات لكل واحدة من العمليات قبل أن يكون هناك يعني استخدام مفرط للذاكرة؟ هنا أيضا نحتاج أن نقوم بعملية page replacement، استبدال الصفحات. Find some pages in memory but not really in use. Page it out. عملية page replacement، استبدال الصفحات، هو البحث عن صفحات معينة في الذاكرة ليست مستخدمة حاليا وإخراجها من الذاكرة، طبعا لكي يكون هناك مكان فارغ للصفحات القادمة مرة أخرى أو الجديدة. طبعا هنا راح نحتاج فتح خوارزمية معينة. Terminate, swap out أو replace the page. هل نقوم بإنهاء الصفحة أو استبدالها أو يعني إخراجها فقط؟ ما هي الأمور التي سنحتاجها؟ هذه طبعا راح ندرسها في خوارزميات استبدال الصفحات إن شاء الله في المحاضرات القادمة. Performance، الأداء هنا اللي نتوقعه، إحنا نحتاج فتح خوارزمية معينة بحيث تحقق لنا أقل عدد من page faults، فبالتالي نحتاج خوارزمية تقلل عدد الاستبدال للصفحات التي سنحتاجها في المستقبل. يعني نحتاج خوارزمية تختار الـ victim pages أو الصفحات الضحية التي هي أقل استخداما في المستقبل. وطبعا هذا الشيء قد يكون ممكنا، قد يكون مجرد يعني probability، احتمالية، ممكن أن يكون anticipation يعني مجرد توقع، اعتمادا على برمجة هذه الخوارزميات واللي مثل ما راح نشوفها يعني least recently used والoptimal والfirst in first out اللي راح نتحدث عنها إن شاء الله في المحاضرات القادمة. Same page may be brought into the memory several times. إذا لم يكن هناك اختيار صحيح للصفحة التي نقوم بإخراجها من الذاكرة، ممكن أن تكون نفس الصفحة يعني احتجناها في الماضي لم نحتاجها حاليا، سنحتاجها في المستقبل، قمنا بإخراجها ثم احتجناها في المستقبل، قمنا بإدخالها مرة أخرى ثم قمنا بإخراجها وإدخالها مرة أخرى. نفس الصفحة ممكن أن يتم إخراجها وإدخالها من الذاكرة عدة مرات إذا لم يكن هناك اختيار صحيح للvictim page. هنا طبعا الpage replacement هذا موضوع بحد ذاته إن شاء الله راح نتحدث عنه في المحاضرة القادمة. هو فقط الحل الرئيسي لمشكلة أنه what happens if there is no free frames، يعني ما الذي يحصل إذا كانت الذاكرة الرئيسية ممتلئة واحتجنا إلى جلب صفحات أخرى أو frames أخرى من الذاكرة الثانوية ووضعها في الذاكرة الرئيسية. هنا طبعا هو الشيء الذي سنقوم به هو page replacement، استبدال الصفحات، وهذا إن شاء الله راح نتحدث عنه في المحاضرة القادمة. خليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامة.